يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربع الموافق 5 إبريل و14 رمضان. في الحقيقة في حياة الناس كتير من التجارب، تجارب منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي، منها اللي بيأثر على الإنسان بشكل مباشر ومنها بيعدي مرور الكرام، لأن هي الحياة عبارة عن مجموعة من التجارب أو تراكم لتجارب عدينا بيها من خلال سنوات حياتنا بشكل عام. لأن أنا شايف من وجهة نظري لا علاقة تماماً للزمن بالنضج، لأن النضج هو نتيجة التجارب اللي بيعدي بيها الشخص خلال حياته. عشان كده ما بتفقش أبداً مع أي شخص يقول فلان كبر فنضج، لا، هو فلان عدى على عدد كبير من التجارب وكتير من التراكمات اللي أثرت في شخصيته وكانت سبب رئيسي في نضجه أو تكوين الشخصية دي. لأن الحياة بشكل عام علمتنا إن مفيش سعادة إلا باختياراتنا مش بظروفنا، إحنا اللي بنختار نكون سعداء، ما بنحكمش دايماً على يعني الظروف إن هي سبب من الأسباب اللي خلتنا نختار الاختيار ده. أنا بدفع نتيجة اختياري وليس نتيجة ظروفي. وعلشان كده أغلب الأطباء كمان النفسيين دايماً بينصحوا المرضى بتوعهم لازم ما تنعزلش على نفسك، لازم تحتك بالحياة، لازم تكون في اختلاط ويكون في صدام مباشر ما بينك وما بين أي حاجة حتى لو أنت بتخاف منها، زي ما كنا بنقول كده بالبلدي اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. فطول ما أنت قافل على حياتك وطول ما أنت خايف وطول ما أنت مش عاوز تواجه، طول ما أنت مش هتستفيد حاجة، طول ما أنت يعني نضج شخصيتك هيفضل عند حد معين. لأن زي ما قلت لكم هي الحياة عبارة عن مجموعة من التراكمات الخاصة بالتجارب الحياتية تحديدا. وهو ده سؤالنا النهاردة في حلقتنا في صباح الخير يا مصر. احكينا عن تجربة أو موقف أثر في حياتك بشكل مباشر.